بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النهاردة هنعمل البحث مع بعضنا بطريقة سهلة جدا، وبرضو علشان ما تروحش لأي سايبر أو أي مكتبة أو أي حد يستغلك ويطلب منك مبلغ مالي كبير. وأنا ممكن أعمل البحث في البيت بكل سهولة ومنزلش. التزم البيت واعمل بحثك بنفسك، ده شعار بتاعنا. طب يا مستر، ايه الحاجات اللي انا ممكن تكون معايا علشان اعمل بحث؟ واحد يا سيدي، الموضوع اللي انت اخترته اهو، وده بيتكون من مثلا 3 نقاط او 4 حسب الموضوع بتاعك. 2، الخطوات اللي هتمشي عليها، ودول 6 خطوات: عنوان البحث، كود الطالب، مقدمة البحث، عناصر البحث المختلفة، ونتائج البحث، واخيرا المصادر. وحضرتك هيكون معاك حوالي 6 7 ورقات فلو، بس فلوس كاب عادي، هم سهلين جدا هم، وتكون مسطرهم تسطيره حلوه وجميله كده علشان تبقى ايه، بطريقه ملفته. واخيرا اقلامك وادواتك والوانك لو انت هتظبط وتلون البحث. يلا كده نبدا بعض. يلا يا سيدي ركز معايا. اول خطوه، دول 3 خطوات، هم 6 خطوات. لو انت لاحظت هناخد اول 3 خطوات دول في صفحه واحده. ازاي يعني؟ ناخد اول حاجه عنوان البحث. بص كده اهو، عنوان البحث عن ايه؟ عن الصحه اللي انا اخترتها. طب ممكن اكتب يعني مثلا عنوان جذاب عن كده، ممكن اقول الصحه تاج على رؤوس الاصحاء. جميل جدا. تاني حاجه بتكتب كود الطالب، الكود اللي انت طلعته بالنت بالرقم القومي اللي موجود في شهاده الميلاد، اهو كتبته اهو. طب بعد كده مقدمه البحث. طب انا هكتب مقدمه ايه؟ عن الصحه. ركز معايا بقى شويه، انا هكتب مقدمه عن الصحه. طب اكتب ايه؟ اكتب بقى يا سيدي: الصحه هي اغلى ما يملك الانسان، فهي السلامه والعافيه من المرض، ويجب علينا ان نحافظ على صحتنا. وتتكلم: طب مستر، انا دلوقتي هجيب من المعلومات دي منين؟ ممكن تجيبها من كتاب المدرسه، او ممكن تجيبها من على موقع الوزاره، او من المكتبه الالكترونيه اللي موجوده، او من بنك المعرفه، من اي مكان، او من اي كتاب خارجي. المهم تكتب وتستعين بالحاجات ديت. تمام، كتبت انا المقدمه. هما دول بس المقدمه؟ لا، ده انا بساعدك، دول سطرين وانت تكمل حضرتك ايه الباقي. هنيجي بعد كده للخطوه الرابعه. ايه الخطوه الرابعه؟ الخطوه الرابعه عناصر البحث المختلفه، هو ده اللي يبقى فيها شغل كتير، فيها كلام كتير. طب اعمل ازاي؟ انا عندي في العناصر البحث المختلفه همسك دول بقى. اول حاجه شوف انا عملت ازاي، بنقل الخطوه دي: اساليب الحفاظ على اجهزه جسم الانسان. كتبتها اهو. يا ترى يا مستر جمعه، ايه هي اساليب الحفاظ على اجهزه جسم الانسان؟ اكتب بقى عندك اساليب الحفاظ على مثلا اجهزه جسم الانسان، ومنها غسل اليدين قبل الاكل وبعده. وتكمل انت بقى يا سيدي، وتكمل بقيه الفقره برضو. ده استعن بالنت، استعن بالمكتبه الالكترونيه، استعن ببنك المعرفه، استعن باي كتاب خارجي، واكتب بقيه المعلومات في هذا الوقت. يبقى بص ركز معايا، اساليب الحفاظ على اجهزه الجسم كتبتها اهو. نيجي بقى بعد كده، انا خدت اول خطوه بس، طب الخطوه الثانيه: جهود الدوله للحفاظ على صحه المواطنين. كتبتها اهو. طبعا انا كاتب الحاجات ومجازة عشان ما اخدش وقت فين في الفيديو، عشان تتفرج براحتك. جهود الدوله للحفاظ على صحه المواطن، طبعا الدوله بتقوم جاهدة بالكثير من الخطوات للمحافظة على صحة المواطن، وجعلت صحة المواطن من أهم أولوياتها. فأنا بكتب: وتقوم الدولة جاهدة بالحفاظ على صحة المواطنين. طب بإيه؟ ببناء المستشفيات المختلفة والاهتمام بالأطباء وخلافه. تكمل حضرتك الفقرة منين؟ من برضو المعلومات اللي موجودة في بنك المعرفة أو المكتبة الإلكترونية أو من أي كتاب. خلصت الصفحة أهو بخط ايدك عادي، بس ظبط خطك بقى. في واحد يقول لي: طب استنى، ما انا ممكن ازين بقى بحاجه. ممكن، يا سلام لو انت عملت ايه، صوره هنا عن الصحه، يبقى جميله جدا وشكلها حلو. طيب هنعمل حاجه تاني هنا برضو جميله، ايه هي بقى؟ ان انا مثلا عملت صوره هنا، اعمل صوره هنا. المهم جمع صور جميله جدا لها علاقه بالموضوع وحطها فين؟ وحطها في البحث بتاعك. الخطوه الثالثه اللي هو اعلان باللغه العربيه واللغه الاجنبيه، يوضح طبعا الحفاظ على صحة المواطن على شكل ايه؟ مربع. دي بقى الحتة الرياضية اللي موجودة فين؟ اللي موجودة في البحث. هاجي اعمل ازاي؟ شوف حضرتك، انا هكتب الاعلان، هعمل مثلا اهو، طبعا انت درست الرياضيات وعارف يعني ايه مربع. هكتب مثلا هنا، هعمل مربع اهو، مثلا ادي 10 سم،
وهعمل هنا كمان 10 سنتي، كمان هنا 10 سنتي. هو بيقول لي على شكل ايه؟ على شكل مربع. جميل اهو. وهنا كمان اكمل المربع. يبقى انا كده عملت ايه؟ طبعا هعمل المربع اهوت وكتبته. طب هكتب الاعلان ازاي؟ اي اعلان ممكن اقول مثلا مبادرة السيد رئيس الجمهورية للحفاظ على صحة المواطن، واكتب مثلا 100 مليون صحة، اللي هي محاربة فيروس سي والأمراض السارية. يبقى ده إيه؟ الغير سارية. ويبقى كده الإعلان باللغة العربية. هنقل المربع ده نفسه هنا برضو، هنا طبعا بالمسطرة أهو، وهكتبه وهترجمه باللغة إيه؟ باللغة الإنجليزية. يبقى أنا كده عملت إيه؟ الإعلان. طيب وأخيرا هاخد بقى اللي هي حاجة اسمها نتائج البحث. إيه نتائج البحث؟ هو حضرتك من خلال البحث بتاعك استنتجت إيه؟ فهمت إيه؟ إيه النتائج اللي أنت طلعت بيها؟ تكتب 1، 2، 3، 4 وخلافه. آخر حاجة المصادر، هو حضرتك جبت المصادر منين؟ يعني أنت جبت المعلومات دي منين؟ ممكن أكتب 1 المكتبة الإلكترونية اللي هي ذاكر، وممكن أقول مثلا الكتاب المدرسي وهكذا. يبقى أنا عملت البحث بكل بساطة وسهل جدا، والورق المتاح عندي، ما جبتش حاجة من بره، وما اتحركتش وما نزلت الشارع وعملت مشكلة، لا، أنا عملت البحث بإيدي أهوت، وابني قاعد معايا في البيت، وما نزلتش رحت المكتبة وخليت الناس يستغلوني وقالوا لي مثلا البحث ب 100 و200 و300 والكلام ده كله. أدي البحث اتعمل أهوت في حوالي 5 ورقات، أعمله كده وأخلصه ويبقى جاهز معايا، وأحط فيه صور وأجمله، وبعد كده أتصل بالمدرسة وأقول لهم إيه الخطوة اللي أنا هعملها. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.